احنا مثل الجندي، احنا الجندي يحارب بالباروده واحنا نحارب بالقلم. درسنا بجهودنا من دون ما نسجل دروس عشان اكون قدوه وارفع اسمي واسم بلدي. جيت اليوم على الاولمبياد مشان نمي تميزي. في منافسه بين المحافظات، بس نحن اخر شيء كلنا اولاد سوريا، كلنا رفقات مثل الاخوات. من مختلف المحافظات السوريه جاءوا حاملين رايه العلم ومفعمين بروح المنافسه للمشاركه في الاختبارات النهائيه للاولمبياد العلمي السوري الذي يقام للعام 12 على التوالي بمشاركة 412 شاباً وشابة من نخبة مواهب التميز العلمي في علوم الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية وعلوم الأحياء. كل سنة قبل ما نبدأ بالاختبارات اللي عم بتصير على المستوى الوطني نلتقى مع الطلاب والطالبات اللي جايين من كل محافظات القطر، بنعطيهم التعليمات العامة والتعليمات الخاصة، تعليمات إلى علاقة بالاختبارات، تعليمات علمية، تعليمات إنه كيف بتصير العملية الامتحانية وكيف بتطلع النتائج، نشرح لهم عن المسيرة الكرنفالية اللي بدها تصير، بنقول لهم كيف التكريم اللي بده يصير وشو هو التكريم اللي حيصير، يعني كل الجوانب اللي بتخص هالحدث هذا. تمتاز الاختبارات هذا العام بتوسع فئة المشاركين وبتطوير سوية الأسئلة العلمية لتحاكي النماذج العالمية في محاولة لحصد سوريا مراكز متقدمة هذا العام. احنا مرينا بظروف حيل صعبه وما مرت يجوز على اي احد، واحنا حبينا انه نطلع من هالظروف بتفاؤل وخير، وانه نرفع المستوى اللي كانت بدير الزور انه ما كان باي شيء، وانه نشوفهم انه طلاب بدير الزور حاربوا الحصار بالدراسه وبالعلم. نشارك بالاولمبياد، نتعرف على طلاب جداد، سويات علميه متطوره متقدمه، لاطور مهاراتي واتحدى نفسي. حابب اوصل على العالمه، حابب اسافر على اليابان. هلا الاولمبياد عم تطور من نفسيه الشخص، فأنا بالأولمبياد قدرت أحقق أحلامي وإن شاء الله أنجح بالفحص المركزي. جاي أطور نفسي وجاي من حفظ درعة وأتعرف على أصدقاء جدد، إن شاء الله راح نوصل على المرحلة العالمية. حابب أشارك بالأولمبياد مشان أنه أثبت قدراتي بالرياضيات، وأن أنا أولمبياد الرياضيات فبدي أثبت قدراتي بالرياضيات، وأنه أبذل كل شيء عندي مشان أتطور وأتحسن وأن يكون قد حالي. إحنا جايين نشارك مشان نرفع اسم سوريا، نرفع اسم محافظتنا، حتى نرفع أسماءنا نحن كأشخاص يعني فاعلين بالمجتمع، لحتى نعيش هالتجربة اللي كتير حلوة. تستمر التصفيات النهائية لمدة 3 أيام، حيث تقام الاختبارات النهائية على جولتين صباحية ومسائية، ومدة كل جولة 3 ساعات. فمن سيكون الأكثر تميزاً لهذا العام؟